عمل الجراح الذي أجريه. طبعا كجراحة تنظيرية في مجال الجراحة القلبية هي من العمليات القليلة التي أجريت حتى على مستوى العالم. أنه بتعرفوا تطور الجراحة التنظيرية القلبية هو تأخر بمواكبة الجراحات التنظيرية في مختلف الاختصاصات الطبية، وبالتالي الجراحة التنظيرية القلبية ما أخذت حقها حتى المرحلة الأخيرة من الأعوام الماضية. وبالتالي تطبيقها حاليا في سوريا في كمركز أول مركز يطبق هذه الجراحة، جراحة التنظيرية القلبية، واستعمالاتها الجراحية على المرضى هي هذا يعتبر يعني سبق لمشفى الأسد الجامعي، كونه أولا يقلل الأذية على المريض، يقلل مكس المريض في المشفى، يقلل كلفة على المريض. عمليات الجراحة التنظيرية القلبية بتعرفوا يعني مثل أي عملية جراحية تنظيرية هي مينيمال انفيزيف، هي تعتبر من الجراحات الأقل ردا. أولا تقنية جديدة، أول تقنية بسوريا هي اسمها عملية القلب أو عملية القلب التنظيرية لمريض رجفان أذيني مزمن. المريض طبعا بيستفيد بشغلة كتير محددة، أنه أنا المريض ما عندي آفة تانية، ما عندي آفة صمامية تانية، المريض متجاوب، المريض أول صغير بالعمر، فهدول بحكم أنه صار عنده TIA، صار عنده CVA، صار عنده خزل، فمن هالمطلق حاولنا أنه بقدر الإمكان نشتغل على هالمستوى. والدكتور أحمد خضور وأنا متاقم شو اسمه الفريق الطبي التنظيري الحمد لله ربط اللسانية أثناء العمل الجراحي. العملية طول شي ساعتين. أثناء العمل الجراحي عملنا إيكو القلب عبر المري، اللسانية مربوطة تماما. ثاني يوم العمل الجراحي خرجنا المريضة، ولليوم نتابع المريضة، أمور الحمد لله جيدة.